السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا ملعب براقي، نديروا جولة داخل الملعب ونشوفوا الحالة نتاع الملعب والأرضية اللي راهي تظهر رائعة، وبعد ما وضعت كل اللافتات نتاع التنظيم يعني حاجة اللي ما فهمتهاش علاش داروا 2022، بما أنه البطولة سوف تجرى في 2023 ماشي 2022 على كل حال. وكذلك تم يعني تصريح رسمية بصفة رسمية تسمية ملعب براقي بملعب مناضل كبير نيلسون مانديلا، وإن شاء الله يكون فيها فيديو على لنعرفكم على المناضل هذا الكبير نيلسون مانديلا وتبعات التسمية هذه على تنظيم كأس أمم إفريقيا في 2025. نولي للصور نتاع الفيديو هذا الرائع التي أخذت يعني اليوم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.